دي لعبة اسمها جنجا، تعمل برج بستين قطعة من الخشب ده، وبعد كده بتقعد تسحب منها من النص. وفكرتها عجبتني جدا لان فيها حتة كده نفسية هي هنتعلمها النهاردة، او هي دي الخطيرة يعني بتاعت النهاردة. بس اول لما خلص انا قربت اخلص خلاص. كده انا خلصت. الفكرة كلها انك كل مرة تسحب قطعة بتبتدي تخش في ريسك ان العمود بتاعك كله، البرج بتاعك كله يقع. يعني خطوة واحدة في لحظة واحدة ممكن اللي يحصل، ممكن البرج كله يقع، وممكن تكسب النقطة دي ان انت سحبت واحدة وما وقعتش البرج بتاعك. مكسب ياي. كل مرة هحاول اسحب فيها واحدة هيبقى فيه ريسك 50-50، يا اما اسحب واحدة وانجح فيها، يا اما تقع مني كلها. فانا هاجي المرة دي مثلا شكلنا هنبدأ نقع او ايه؟ يا مستر كريم، السلام عليكم. مستر صلاح، انت بتسجل حاجة؟ انا بعمل فيديو. شفت ايه اللي حصل؟ خسرت. طيب، ما هو الدرس المستفاد من هذه اللعبة؟ انا بالنسبة لي شايفين ده هي دي الحياة. الحياة انت بتحصل فيها دايما ان انت بتقعد تبني في حاجة، سواء الحاجة دي بتكون بتحضر شيء بوقت، او ان انت بتقضي وقت من حياتك بتعمل حاجة، وبيجي في قرار هتاخد فيه ريسك، يا اما هتنجح يا اما الحاجة دي كلها تقع منك تبوظ. انا مؤمن ان على قدر حجم الريسك اللي انت بتاخده على قدر المكسب اللي انت بتكسبه. وهنا دي مش دعوة لكل الناس يحطوا نفسهم في ريسك عالي، لان كلنا بنختلف عن بعض في طبيعة التعامل مع الريسك اللي بنعيش فيه في الحياة. فيعني حد ربنا خلقه هو ما بيحبش الريسك الكبير، فيبتدي ياخد قرارات في مساحات فيها ريسك قليل عشان هي دي الراحه النفسيه بتاعته. بس في الاخر هو ارتاح نفسيا من الضغط النفسي بتاع الريسك، بس في نفس الوقت هو ما خدش الامتيازات بتاعه اللي خد ريسك. بس هنا ده مش معناه ان الراجل اللي ما بيحبش ريسك ان هو ما بياخدش ريسك خالص. اللي ما بياخدش ريسك خالص بيقعد مكانه، بيفشل، ما بيعملش اي حاجه في حياته. فانت كل مره هتاخد ريسك في الحياه لازم عندك الاستعداد النفسي اللي انت بتوصل له في اللعبه دي. يا اما هتكسب نقطة في الجيم اللي انت بتلعبها في حياتك، يا اما الجيم كله بتخسره. بس لما الجيم كله خسرته انا ممكن اعمل ايه دلوقتي حالا؟ هقعد تاني، ادي البتاع اهي، هقعد احط اهو وابنيها تاني من اول وجديد، واسحب واخسر تاني وابنيها من اول وجديد، واسحب واخسر تاني لحد ما يجي في مرة اخلصها كلها وابقى انا كسبان. فنصيحتي ليك كن ريسك تيكر بمقاييس تتماشى مع نوع شخصيتك او طبيعه شخصيتك. فتجنب الريسك طول الوقت، بدافع ان انا ببعد عن الخساره او بتجنب الفشل. اكتر فشل ممكن تقوم فيه في حياتك انك تعمل كده، لانك بدون فشل انت مش ناجح. محدش في الدنيا نجح بدون ما يبقى معدي شويه مخاطر، فشل في بعضهم ونجح في بعضهم. هتلاقي دايما اللي بياخد الريسك هو اللي بيقدر يوصل لحاجه، واللي بيتجنب الريسك طول الوقت هو اللي بيفضل قاعد في السيف زون اللي هي ما فيهاش اي حاجه بتحصل في الحياه الا ان هو بيقعد يعيش مع الملل ويعيش مع الفشل لحد ما يموت، ومحدش يفتكره وما يبقاش عمل اي اثر في الحياه. يا ترى هتاخد الريسك ولا لا؟ بعد ما تخلص الفيديو ده اكتب لي في التعليقات تحت ايه هي اكبر قرار كنت عايز تاخده في حياتك وكنت خايف جدا من الريسك، او ايه القرار اللي انت بتواجهه دلوقتي وخايف جدا من الريسك وهتعمل ايه وهتحسبها ازاي دلوقتي. ويلا نفكر مع بعض في التعليقات ونشجع بعض. يلا، السلام عليكم.